السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارحبوا ترحبوا بالمطر من برج الحمام الباكستاني. نرحب فيكم ونقول لكم يا هلا ومرحبا ويا هلا وغلا. مراوح والله مراوح، فردوا علي. فقد احوالهم، شوف ايش ناقصهم، ايش اخبارهم. تعال تعال تعال، كل تعال كل خلاص. هذا الزوج اللي فكيناه، طبعا فكيناه حطيناه مع ذولي. بس الله الوضع الوضع، عش الله حوصلتك مليانة، عش الله عليك. بس عصام عمر لا لا عندها زغليب. وهذا اهداء لقروب ابو عمر، هذا الطير اهداء لابو عمر وقروبه، وقروب ابو عمر يستاهلون. هذا من فرخنا طبعا، هذه زغليل طبعا. اخوه مات، اخوه الذكر اللي يشبه ابوه، هذا طبعا يشبه امه، هذه امه، واللي مات يشبه ابوه، وهذا ابوه اللي يتذكر ابوه، هذا هو يشبه ابوه بس لكنه مات. يلا هيا اتحداكم، كم مره قلت مات مات مات. وهذه زغليلنا، واللي مات هذا هو اللي مات، هذا هو اللي مات. هذا طبعا برج فاضي، راح نحط ان شاء الله في زغليل الحمام اللاحم ان شاء الله. هذه طبعا ما طعمتها، لا انا بطعمها. تع 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 انزل انزل انت برضه، ترى ما في اكل خلاص. ابشر يا اياد، انت قلت لي يا اياد، اياد انت قلت لي نبغى نشوف الحمام الباكستاني هو يطير. ان شاء الله راح نطير. بس والله الجواء الان بارده يا شباب، بارده الاجواء، بارده. اكلمكم وانا والله متلثم عن البرد، ولابس لبس يا لطيف يا البرد، لكن الحمد لله نعمة نعمة، كل شيء من عند ربنا نعمة، اي شيء من عند ربنا نعمة. هذا الزغليل تتعشى، وهاي شوفوا الحنون كيف، هو اخوه، هذه الحنيه بين الاخوان، شفتوا الاخوان كيف؟ ما شاء الله تبارك الله، اخوك عضيدك، خلك مع اخوك، ولا تبعد عن اخوك، وخل شورك من شور اخوك، ان كان اخوك على خطا انصحه. هو تحاول انك تنفر عنك، نصح طيب باسلوب حضاري باسلوب راقي، ولا تنصح قدام الناس، نصح الحالة يعني مثلا اذا عنده واحد عنده اخوه
ما هو ما رايه رايه ما يتوافقون عادي. هذه تصير يا الحبيب اخو كبك والله. وانا اقول الاخو 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 عضيد والاخو عضيد اخو كب وشرط يقلع ابليسك. يلا هذول ما شاء الله تبارك الله راح نقفل نقفل عليهم ان شاء الله. هذا راح نقفل عليهم خلاص وضعهم طيب الحمد لله. الان راح نطحن الحج متولي الحج متولي الحج راح نطلع الحج متولي سمع معنا كشاف للاسف. كنت بشغل الفلاش حق الجوال بس ما اشتغل لازم اقفله واشغله. لكن اقول لكم اقفله واشغله. شغلنا الفلاش طبعا عن البارح على طول في الليل بس ما شاء الله تبارك الله. غيرت ماهم طبعا المويه جديده بس بحط له معلف بحط له معلف يلا. إذا هنا نهاية فيديو حلقة اليوم. ومن الله شكرا تصبحوا على خير.